السلام عليكم. الاول انا زي ما شايفين انا لسه صاحي من النوم، جاي اعمل لكم الفيديو ده مخصوص عشان حاجه حصلت غريبه جدا ما توقعهاش انا اصلا. ازاي حد يعمل فيا كده؟ زي التيشيرتات اللي هي اللي زي اخويا كده اتاخدت كلها مني، انا مش عارف مين اللي سرقها. انا صحيت من النوم يعني قلت هعمل الفيديو ده، لقيت الحاجات مسروقه فقلت هعمل فيديو. فانا مش فاضي، انا اسف جدا، انا مش فاضي احط لكم ميوزك حزين اعيشكم في اجواء الاجواء اللي انا عايشها واللي انا اللي انا فيها واللي انا ساد. انا ساد، طير طير. انا لما بقع في مشكله باجي لكم، بس للاسف انا مش لاقيه. قعدت ادور، والمشكله ان انا خايف يبقى من اقرب الناس ليا يكون هم اللي خدوا التيشيرت. اوعى تكون انت انس اللي خدت التيشيرت. ايه والله ناسي. طير طير. ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو فيديو النهارده هنتكلم عن احمد حسن، بس لا مش زينب، احمد حسن واكرامي. عملوا حوار جديد كده، يعني دايما بيعملوا حاجات انا مش متابعهم، بس انا لقيت ناس كتير قوي طالعه بتتكلم عن الحوار وان الدرع بتاعه اتسرق، درع المليون مشترك، حوار مفبرك. وطبعا ده مقلب، وطبعا عايز تعرف مقلب ليه او ازاي هو مفبرك، كمل الفيديو ده وهتعرف كل حاجه عن المقلب. عندك احمد حسن عنده قناتين، تمام؟ القناه اللي هي بتاعت الفلوجز دي ما كانش عدى فيها المليون مشترك، قال لما اعمل حوار فيها فنزل كل حاجه خاصه اللي هو سرقه الدرع والحوارات الفاضيه دي، نزلها على قناه الفلوجز عشان يعدي المليون مشترك، يعني بيلم بيهم مشتركين. زي دايلر كان عنده 3 مليون وشويه، فقال لما اعمل الحوار ده. عمل حوار بس عمله في 3 مقاطع بس، 3 فيديوهات بس، وعملها بطريقه حلوه وانا بصراحه صدقت. لكن ما تجيش انت بقى تعملها لي على 5 فيديوهات ودخل على الستة وتقول لي اكرام هرجس بيهددني، اقعد يقول لك رسائل واتساب، وشوف هددني برسائل واتساب ورسائل فيسبوك ماسنجر الكلام ده يعني. فبصوا كل الكلام، حتى هو قال لك ايه، انا فرغت الكاميرات وشفت، وبعديها راح طلع بالشنطه، طلع ماسكها كده. في ايه يا عم؟ طير طير. فده واضح جدا طبعا اللي هم بيقلدوا يوتيوبر خليجي لانه هم عايزين يلموا بيه تفاعل، يعني تفاعل من حيث اللايكات، من حيث انهم يطلعوا ترند برضه تاني، نحس ان قنوات الاثنين يزيدوا في المشتركين، مثلا يعدوا بقى يطلعوا بقى مثلا 1.5 مليون، 2 مليون مثلا كده يعني. عايزين يعني ايه يلموا مشتركين، ده الغلط. نفس الحوار اللي حصل مع دايلر بالظبط، هم عملوا بيقلدوا يعني تقليد. احنا كمصريين طبعا بنحب ايه، مش لا هو في ايه يا عم، ممكن بنحب نزيد شويه اللي هو ايه، ايه ده ايه ده احمد حسن. انا مش من متابعين احمد حسن، ولا انا معرفش اخويا متابعه ولا لا، بس ولا انا متابعه، لا مش متابعه خلاص. انا واخويا مش متابع، انا لسه عارفه امبارح فيديو مش متابعه. في ايه يا عم؟ انتم ولا اي فيديو ده؟ هي بالصدفه كده لقيت بيقول اللي اتسرق الدرع وقاعد كده وبيتكلم وزعلان ومقموس وحاطط قطره في عينه، موسيقى حزينه، ففي حوار يعني عادي، عاملين حوار وفي الاخر كده كده هيبقى مقلب. فحبينا نعمل فيديو كده صغير اللي احنا نتكلم فيه على اللي بيحصل والحوارات اللي بتحصل. طبعا كل اليوتيوبر طلعوا وهزروا وقالوا اللي ده مقلب، ومش عارف ازاي الواحد يعني هو عنده مليون مشترك وعايز يطلع يكذب على المتابعين عنده، يعني يطلع يعمل مقلب ويحور على المتابعين بتوعه عشان ايه؟ عشان يجيب مشتركين اكتر. يعني لا، المليون وكومنتات مش بقى، وكومنتات كتير قوي بقى، ولا مش مقلب، لا مقلب. هو فرحان بقى. ايه انا فرحان؟ انا اللي خدت الدرع. انا اللي خدت الدرع يا احمد. في ايه يا عم؟ واللي في خيلك اركبه، واركب جمل. ايه يا جدعان؟ حطيت لك كده كاميرا المراقبه وفاتح البيت، بعدها راح دخل، بعدها خرج شايل. فواضحه قوي إيه يا جدعان، مش مفبرك، وش واضح اللي هو فيك اصلا. فبس كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، اشترك للقناه، ولو انت متاكد انه مقلب انزل تحت في الكومنتات وقول اللي ده مقلب، وروح قول هناك عندهم في الكومنتات برضه اللي ده مقلب 100%، اللي ده اصلا مقلب، اللي ده اصلا مقلب، اللي ده اصلا مقلب. بس في ايه يا عم؟ ما تنساش تشوف الفلوجات اللي على القناه، وده فيديو كده على الماشي.
بس تلاقيني نتكلم بس عليه ونوضح ايه المقلب وكده، ومتنساش تشوف التحديات والمقالب اللي احنا بنعملها حوالي ما بس كده. كان معاكم ايه بفيديو. سلام.